ما صحة هذه العبارة أمره بين الكاف والنون؟ وهل الأولى أن يقال بل أمره بكلمة كن؟ وهذا سائل يقول ما صحة هذه العبارة أمره بين الكاف والنون؟ نعم، يعني بكلمة كن، وكن مكونة من كاف ومن نون. نعم. وهذا إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. نعم.